دعاء اليوم السادس من شهر رمضان. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا به أعطاه الله تعالى 40,000 مدينة، في كل مدينة 1,000 بيت، في كل بيت 1,000 سرير، طول كل سرير 1,000 ذراع، على كل سرير حورية لها 1,000 ذؤابة، يحمل كل ذؤابة 70 خادمة. اللهم لا تخذلني فيه لتعرض معصيتك، ولا تضربني بسياط نقمتك، وزحزحني فيه من موجبات سخطك بمنك وأياديك يا منتهى رغبة الراغبين.